وشنت طائرات العدوان السعودي اليوم عدة غارات جوية استهدفت عددا من المناطق والأحياء بمدينة عمران، استشهد على إثرها 5 أشخاص وأصيب 15 آخرين كحصيلة أولية. وتحدث مصدر رسمي بالمحافظة أن 15 على الأقل ما يزالون تحت الأنقاض، وأن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية حتى اللحظة، فيما قالت إن معظم الجرحى بالحرجة، فيما تفاوتت إصابات الآخرين بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح محافظ عمران الدكتور فيصل صغير جمعان أن معظم الشهداء والجرحى سقطوا في غارة استهدفت أحد المساجد، وإن عملية الإنقاذ لا تزال جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض بالمسجد وبعض المناطق، داعيا إلى ضرورة تعاضد وتلاحم أبناء المحافظة والوطن بشكل عام من الرجالات المخلصين والتواقين إلى العزة والكرامة والمدافعين على الوطن.